مشاهدينا، لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نربط الاتصال بولي ولاية خنشلان السيد علي بوزيدي. أهلا بكم السيد الكريم. أهلا وسهلا، شكرا لكم أختي الكريمة. يا مرحبا أهلا. إذن هناك كما تبعتم عائلة بمدينة الحامة شرق الولاية تعيش في كوخ وتناشد السلطات منحها والتوفير لها السكن الكريم، ما ردكم على هذه العائلة وجل كذلك سكان مدينة الحامة؟ شكرا لك الأخت الكريمة، وأشكر كذلك قناة الشروق على إتاحتها لنا هذه الفرصة للرد على انشغالات مواطن الذي نحن في خدمته. أما فيما يخص الوضعية الاجتماعية المزرية لعائلة المواطن حقات عطف، سيتم إن شاء الله التكفل بوضعيته الاجتماعية في إطار حصة 204 سكن عمومي اجتماعي ببلدة الحامة، والتي سيتم الإفراج عنها خلال الأيام القادمة القريبة. لابد للإشارة أن الوضع الصحي الراهن لجائحة كوفيد 19 حال دون الإفراج عن هذه القائمة الأسبوع الفارط حفاظا على سلامة وصحة المواطن، ولكن أؤكد مرة أخرى أن الإفراج عن قائمة المستفيدين المستحقين لهذه السكنات ستكون خلال الأيام القليلة القريبة. طيب سيد بوزيدي، اليوم ربما هذه الكلام العمومي إذا كان أو العام إذا كان ممكن القول ستفرجون في الأيام القليلة القادمة، هل لديكم تاريخ يمكن أن من خلاله أن يطمئن المواطن الخنشلي الساكن بسكنات هشة بالحامة أن يطمئن؟ يعني متى ستفرجون عن قائمة السكنات لمدينة الحامة؟ هل هناك تاريخ؟ والله الأخت الكريمة، القائمة يعني كانت جاهزة للإفراج عنها خلال الأسبوع الفارط، ولكن نظرا لتصاعد الحالات كوفيد في ولاية خنشلة كباقي الولايات، ارتأينا أن نؤجل لبعض الإفراج عن هذه القائمة، لأن تعلمون سيدتي بعد الإفراج عن القائمة يكون هناك ربما مواطنون ربما يطعنون في 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 القائمة، ويكون ربما خفنا من تجمعات في هذه الحالة. ولكن أطمئن المواطنين وخاصة سكان بلدية الحمة أنني سأتكفل بهذا الموضوع في غضون إن شاء الله أسبوع أو 10 أيام للإفراج عن هذه القائمة. طيب حتى نعطي الخبر مباشرة، حالة عائلة عاطف هل ستتكفلون بها قبل نهاية العام بإذن الله؟ بدون شك يكون هناك تكفل بالحالة المواطن عائلة المواطن حقاس عاطف، ما نقولش قبل نهاية السنة لأن نهاية السنة بعد شهر إن شاء الله. إحنا كي نفرج عن القائمة هناك يعني يكون طعون لابد الانتهاء من مدة الطعون لدراسة الطعون خلال هذه الفترة القانونية، ثم نبدأ في توزيع السكنات التي هي جاهزة وحتى التهيئة الخارجية على وشك الانتهاء. طيب إن شاء الله، يعني نقدر نقول سيدي أنه ما بقاش قد اللي فات. وقت قصير إن شاء الله، ما تعداش إن شاء الله بإذن الله على أقصى تقدير يكون ربما شهرين سكان يستلمون سكنهم الجديدة بإذن الله إن شاء الله. هذه هي الإجابة، نعم هذه هي الإجابة التي كنت أبحث عنها. السيد أغلي بوزيدي والي ولاية خنشلة، نشكركم جزيلا الشكر على هذا التدخل، بالتوفيق. شكرا لكم. العفو، أهلا.